حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مشوار برنامج متداول لهذه الحلقة. وفي هذا اليوم سنطلع معا على أهم وآخر الفيديوهات المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، وسنتعرف عليها لاحقا، لكن قبل ذلك سنذهب إلى العناوين. احترق قبل افتتاحه اندلاع النيران بمستشفى جديد في بغداد. السويلك أبو زريد، حاجة عراقية تصدم سعوديا بحبها لوطنها. بطل سوالفكم عيب، وزير الكهرباء يوبخ مديرا ويهدده بالطرد. لو لم أكن عراقية لكنت عراقية، والعراق يسري بدمنا. انتهى موسم الحج، احتفل المسلمون بعيد الأضحى، وبقي فيديو الحاجة العراقية من الديوانية عالقا في الأذهان. الحاجة خطفت الأنظار والقلوب بكلامها ومديحها للعراق عندما سألها ناشط وصانع محتوى سعودي يلقب نفسه بابن مكة. وعند لقائه بالحاجة العراقية قال: ودي أزور العراق وأجيكم للديوانية وأذوق أكلكم. لترد عليه الحاجة: إلي الشرف تجي ونخليك على راسنا ونسوي لك أبو زريدة. أبو زريدة نوع من أنواع الأسماك الصغيرة التي تطبخ بطريقة عراقية لذيذة، رغم أنني لم أتذوقها من قبل، ولأول مرة أسمع بأكلة أبو زريدة من خلال هذه الحاجة الطيبة. قلت يا حجة دعيتي في عرفة، قلت لك إيش الدعوة اللي دعيتيها في يوم عرفة؟ إيش قلتي لي؟ دعيتي للعراق. ليش للعراق؟ للعراق، أحس يستاهل واحد يدعي له في هذا اليوم، يستاهل. قد كده تحب العراق؟ أحب العراق، قلت لك لو لم أكن عراقية لكنت عراقية. يا الله، لو لم أكن عراقية لكنت عراقية. إيش الارتباط العجيب عند العراقيين بحب العراق؟ يسرب دمنا العراق، يسرب دمنا العراق، يسرب دمنا. أي بلد من أروح له، شوف رغم ما أنه قلة خدمات بالعراق وقلة هواي أشياء بالعراق، يكفي يعني أنكم أنت أصحاب قلوب طيب، بس أحب العراق يا حجة. من كثر ما سمعت عن العراق في السنة هذه ودي أكون ضيفكم في العراق. العراق يمتاز، العراق يمتاز بالشهامة والنبل والأخلاق الجميلة والكرم وأصحاب نخوة. أنت من فين قلتي لي في العراق؟ نعم، من فين في العراق أنت؟ حط ديوانية، حاجيك الديوانية وآكل من طبخك على راسي. خلاص أبو أذوق أكلكم الدولة ما والشغل الطيب حقكم والمحشي والسمك المزقوق. يا الله خالة، ترى أنا جعان، كل شيء حتخليني دحين برا روح أدور أي مطعم. تعال هلبي المقلوب والدومة والبرياني، شو تريد؟ كل شيء سوي، أريد رضاك وفرحة. أشكال العراق، والله أنا شكلي جالس جنب أفضل ثلاثة طباخات في العراق. أبو زريدة، إذا أبو زريدة يا عيون مشينا العراق يا جماعة، مشينا العراق. أيوة أبو زريدة، والله يا حاج أنا اللي ودي أزوركم بالديوانية وأكل من إيدش أكلة أبو زريدة، حتى كنت أمطق. شيني هاي ورا البرنامج مباشرة على أقرب مطعم شباب، مطعم يسوي أبو زريدة. يبدو أن الحاجة من عشاق أكلة أبو زريدة، يبدو أن ابن مكة لم يصدم ولم يتفاجأ بالكرم العراقي والطيبة العراقية المعهودة والمعروفة على مستوى العالم، كقصة الحاجة العراقية وهي من الديوانية والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية تجاوزت 1,000,000 مشاهدة على تيك توك والإنستغرام، وأيضا أحدث هذا الحوار الكثير من ردود الأفعال والتعليقات والآراء الإيجابية المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي، ونحن اخترنا جانبا من تلك الآراء والتعليقات التي كتبت. نبدأ من شجن. ماذا قالت شجن حميد علوان؟ تقول: إيش قد وجهك حجية بخير وبركة، شلون مثقفة وتحكي بثقافة مو مثل بعض، بس تروح خارج العراق نزعت الحجاب وبقى تذب حكي على العراق. هناك أيضا مداخلة وتعليق من لمياء، تقول: ليش صادم الجواب غير بلدها وتدعي له؟ شنو الصادم؟ كل من يحب أهله وناسه وبلده. أنا انصدمت هسه من بوستك الصادم. تعليق من علاء: والله العظيم من تروح المكة حتى أعتمر العام أمي وصتني، قالت لي ادعي للعراق، هواي هواي ادعي لكل العراقيين. قلت لها: ماما ليش؟ قالت: شلون تروحين وما تدعين أو ما تدعي للعراق؟ هذا بلدنا وحضارتنا. تعليق آخر
من أحمد علي يقول هيك الناس اللي تحب وطنها ما تنطبيه قدام الغريب وما تشوه صورته رغم هواي أشياء مفقودة. من لم يكن لديه وطن فهو لاجئ، الوطن نعمة وحلو الإنسان يفتخر بوطنه، من قتل دون وطنه فهو شهيد. أيضا تعليق من إحسان، أطيب أكلة والله وهي التتبيلة العراقية من أمهاتنا، وتجيب السمش تازة وتقب الريحة بالمنطقة. أويلي شلون زريدة، وأكو قسم يسموها أبو خريزة، وأكو عالم يسمونه محرش وأبو زريدة. تعليق من علوش، الأتراك شقد حلو يسوقون لثقافتهم وأكلهم، عندهم أكلة عبارة عن سمك صغار يسمونه هامسي، هاي سوالها سمعة طشت بالعالم، كلها تجي وتحكي بالهامسي، وهسه لازم ندعم أبو زريدة، كلنا أبو زريدة بصوت عالي. يلا لم يرى النور بعد، فجميعنا كان يترقب خبر افتتاحه بفارغ الصبر، لكن ما حل به يوم أمس أصابنا بالذهول والبؤس والحزن وخيبة الأمل وأثار شكوكا كثيرة. فما الذي جرى في بغداد؟ اندلع حريق مخيف بداخل مستشفى الشعب وهي قيد الإنشاء، ومن المقرر افتتاحه بعد شهرين تقريبا، وهذا ما جعل أهالي بغداد ومدوني منصات التواصل الاجتماعي يرجحون أن هناك يدا خفية وراء احتراق هذا المنجز. وقيل باختصار أن الحريق تم بفعل فاعل، إلا أن التحقيقات ما تزال جارية. مستشفى الشعب الجديدة انهجمت، شنو ايش قبيها؟ بعد لا مهففة لا لا عمي، شو ما مهففة الجزء كله جوه جابيه. مستشفى البنوق عينه بعد ما مفتوحة، احترقت احترقت مستشفى البنوق يابي. بعدنا يا الله همزين، ما بيها لا مرضى لا شيء. دير بالك دير بالك، وراي ساحبة. بعدنا يا الله ما مفتوحة يا ابي. لا توجد أي خسائر بشرية، والأضرار اختصرت على الأثاث والسقوف الثانوية فقط، هذا ما أعلنه وزير الصحة والداخلية. أكد أيضا على أن الحريق التهم غرفتين فقط، تمت السيطرة على الحريق قبيل اتساعه بجهود فرق الدفاع المدني، وأن ما حدث لا يؤثر على افتتاح المستشفى في وقته المقرر. في مستشفى الشعب عرضت المستشفى إلى حريق، وكان معالي وزير الداخلية من المبادرين وأول مواصلين للموقع مع الأخ محافظ بغداد، واطلعنا على المستشفى وواقع المستشفى. الآن الحريق أصاب غرفتين، هناك تأثيرات مادية وخسائر مادية بالسقوف الثانوية والغرفتين وبعض الأثاث، باقي المستشفى سليم ولا توجد أي خسائر بشرية. طبعا من نتيجة الشركة إن شاء الله راح تعيد تأهيل هاي المناطق المتضررة ويستكمل عمل المستشفى، وإن شاء الله من المقرر أن يدخل خدمة المستشفى.
الحقيقة اليوم سرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى المستشفى بيت المشار ساهمت في تخفيف أو تقليل اتساع منطقة الحريق اللي كان في غرفتين في الطابق الأرضي وبعض الأثاث وأضرار بالسقوط الثانوية. لله الحمد المستشفى سليم وشركة المنفذة راح تبدي بإصلاح الأضرار وأعتقد أنه ينفتح في الموعد المقرر إن شاء الله. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. حريق مستشفى الشعب تصدر محركات البحث ومنشورات العراقيين ومطالبات من الجهات ذات العلاقة بالكشف عن نتائج التحقيق بما حدث في هذا الحريق بكل شفافية لمعرفة إذا كان بفعل فاعل أم لا. هناك ردود أفعال وتعليقات كتبت أيضا على منصات التواصل حول ما حصل في المستشفى. وهنا تعليق من أحمد الخزرجي يقول المستشفى لا بها كهرباء ولا معدات قابلة للحرق، شلون صارت هالحرائق؟ هم تماس كهربائي ماكو غيرها، حفظنا الكليشة، حسبنا الله ونعم الوكيل وبردا وسلاما والله اللي يسر. تعليق من ستيفن يقول ستيفن نبيل السؤال المهم، هل تعرض المستشفى لحادث طبيعي أم بفعل فاعل؟ ننتظر من وزارة الداخلية أن تحقق بجدية في الموضوع وأن تكشف النتائج أمام الشعب بدون أي رتوش. هناك أيضا مداخلة من زينب تقول يا أخي ما يردون نتطور ولا نفرح بمنجز جديد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على مود تفشلون جهود حكومة السوداني، رحتوا حركتوا المستشفى ليش هيش، الله ينتقم من المتسبب. هناك أيضا مداخلة من بغداد كارثة بكل المقاييس، مستشفى مكلفة أو تكلفت أكثر من 500 مليار عراقي تحرق بسهولة، ليش؟ أكيد فعل فاعل، الظاهر أكو ناس ما تريد الحكومة تشتغل فيسوون بلبلة بالبلد، ومع الأسف وحسبنا الله ونعم الوكيل. هناك أيضا مداخلة وتعليق من الفك المفترس، يا ستار يا ربي، يقول الفك المفترس عدد الحرائق حسب التصريحات الرسمية بلغ أكثر من 22 ألف حريق، لماذا لم تتم الحرائق في الدول الأخرى على الرغم من أن درجة الحرارة فوق 50؟ سامي جواد يقول لنا ولكم في تعليقي الاحترام والتقدير العالي للسيد وزير الداخلية المحترم لوجوده ميدانيا في حوادث الحرائق يوميا، يعطي الهمة والشجاعة إلى أبطال الإنسانية رجال الدفاع المدني. وزير الكهرباء العراقي الذي يشبهه البعض يشبهه بسلطان الطرب الفنان جورج وسوف يخلق الجدل مجددا ويفتح على نفسه عاصفة من الانتقادات، فما الذي حصل؟ لنتفق بادئ الأمر أن سبب غضب العراقيين من السيد الوزير المهندس زياد علي فاضل مشكلة الكهرباء التي ما يزال موضوعها معقدا شائكا حتى هذا اليوم، أصبح حلها أمرا ميؤوسا منه وشبه مستحيل في العراق. ورغم وعود السيد الوزير بتحسين الكهرباء وتأمينها وزيادة ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ومع هذا لم يسلم من الذم والانتقاد والتشكيك، فثمة فيديو متداول لوزير الكهرباء وهو يوبخ فيه موظفا عبر الهاتف ويأمره بإيصال أسلاك الكهرباء إلى منطقة النهروان خلال ساعتين فقط، هدده قائلا إذا ما وصلت الأسلاك أخذ أغراضك وروح لأهلك. بالسبعه ثلاث كيلوات ونص وربع والف متر كيبل متحمله واصله للنهروان. اسمعتني لولا الساعه بالسبعه ونص جاي احكيها، سبعه ونص الاسلاك والكيبل بالموقع ما وصلن اخذ غرامك وروح لهلا. واضح؟ الاسلاك والكيبل بالموقع ما وصلن اخذ غرامك وروح لهلا. واضح؟ اللي شنو تريد احكي انا وياك الوزير احكي وياك. حياك الله حجي، شلونك؟ انا بالقطاع هسه الساعه بالخمسه ونص بالسبعه ثلاث كيلوات ونص وربع والف متر كيبل متحمله واصله للنهروان. اسمعتني لو لا؟
اسمعتني لو لا؟ الساعة بالسبعة ونص جايش احكيها سبعة ونص الأسلاك والكيبل بالموقع ما وصلن اخذ غرامك وروح لأهلا واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون اخوي شلون صحة؟ الله يحفظك خير وخير. حبيبي حجي احنا جماعة الكهرباء الشكاوى شلونك زين؟ البارحة حضرتك مبلغ على عطل مغذي اثنين يم منطقة اسمها مزرعة رجاء سعب الوحدة صلحوه ما صلحوه بس انت تأكد. لا لا مزرعة رجاء احنا مزرعة رجاء ايه صلحوه العطل ولا والله صلحوه طيب الباحه انه محتاج الحريد وما بقى وهم جوا سووها وبعد على الله. شنو؟ قل لي شنو تريد؟ احكي انا وياك الوزير احكي وياك. حياك الله حجي شلونك؟ انا بالقطاع. احكي لي شنو المشكله؟ احكي لي. هي وين منطقة دولة؟ يلا حجي حجي نص ساعة احنا نجيك المنطقة تمام؟ راويني اياها من اجيك بس اطلع راويني وما لك علاقة بس سولف لي والباقي يعني. احتياج الناس احتياج الناس مو احتياج اللي يأثر لا صح طبعا احتياج الناس والاولويات بالخدمة في هذا تقول صار صفر احنا الحملة حملة مو معالجة طبيعية معناته راح نطلع من هاي المنطقه بعد ما نرجع لها الحلول الداخلية الحلها نهاية لان احنا جايين نحلها بكوادر ومتعاهدين واليات وتاجير وصرف مبالغ نعم شغل شغل في دراسه شوف الوزير الكهرباء هاي سوالف عيب كامل احجوا لي مشكله وحلها فاحنا الهدف من جياتنا انه نشخص المشكله ونحط الحل دولة رئيس وزراء جاي يعطي صلاحية ويدعم ويوصي احنا جاي نختار وندعم ونوصي قصدي الان القضية بيدنا نشخص الخلل اللي جاي يعاني من عند الناس ونحط له حلول قل لي شنو تريد احكي انا وياك الوزير احكي ظهور وزير الكهرباء في هذه اللقطات وهو يتحدث بحزم وبنبرة صوت حادة أحدث ضجة كبيرة بين العراقيين الذين اتهموه بالتصنع الخداع وعدم جديته وقدرته كحال من تسلم زمام وزارة الكهرباء من قبل ولم يعمل على حل أزمة التيار الكهربائي مع انقطاعه وتذبذبه وعدم انتظامه ببغداد وبقية المحافظات هناك ردود أفعال وتعليقات وآراء جاءت على خلفية انتشار مقطع الفيديو هذا لوزير الكهرباء وهو يتحدث عن مشكلة في الكهرباء بمنطقة النهروان هنا تعليق من فاطمة نبيل تقول صورني عطواني على خطى كلاوات العماد وزير الكهرباء يأمر موظف بإيصال أسلاك الكهرباء إلى النهروان شايبة وزير ما تخابر البقية وتقول لهم لا تطفون الكهرباء لو أبويا ما يقدر بس على أمي تعليق من أحمد الهاشمي يقول أحمد الهاشمي شنك جورج وسوف عمي هسه غير ساعتين بساعتين الساعتين الترافيك لايت مئة مرة تطفى وتجي حرام عليك هسه الكبير يتحمل الطفل شلون تعليق من حسيب صورني وأنا ما أدري أنت الأسلاك كلها تعبانة بلش بدلهن هن والمحولات وسوي إضافة جديدة أحسن من التلزيق كافعات بطلوهن هاي السوالف حرامات لزمتوا مناصب بالعراق وكل فائدة ماكو تعليق ومداخلة من أبو عباس الكهرباء بمنطقة الشعب رحمة لوالديكم لو تطفوها لو تشغلوها ترى ما عدنا احتفال رأس السنة الأجهزة احترقت إش قد ما تطفى وتعلق وتالي وياكم مو شلعت قلوبنا هناك ايضا مداخله من عبد الستار هاي افلام هنديه وين كنت بالشتاء هسه تذكرت ماكو كهرباء والناس محترقه من الحر ظهورك مو لخدمه الناس بس للدعايه والنشر صورني واني ما ادري شكرا جورج وسوف
تعليق من كاك أمين يقول الإدارة العليا فاشلة، بعد علي من تحاسب موظف صغير، روح احكي ويا الأكبر منه على أساس تربيه، إذا أكو خلل أنت من يتحمله مو غيرك، بس ما يفيد الحكي. من قصة وزير الكهرباء إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة والرائجة أيضا على منصات التواصل، أيضا سنذهب إليها من بوابة العناوين. أثار والرعب بين ساكنيها، حادثة سلب جديدة في كركوك. أكسر إيدك إذا تأذيهم، مسن يطعم كلابا سائبة ويحميها. الأمير وليد بن طلال يشتري فنجان قهوة بسعر سيارة حديثة. أثارت قلق ومخاوف محافظة بأكملها، خفافيش تتسبب بالذعر والهلع في كركوك. نداءات عاجلة إلى قيادة الشرطة بالتدخل، فما الحكاية ومن هؤلاء؟ باختصار عصابة مسلحة تستغل عتمة الليل لتنفيذ جرائمها بأريحية وبلا رادع. كاميرات المراقبة رصدت سارقين على دراجة نارية سلبا ثلاثة شبان في وقت متأخر أمس، بعدما أجبروهم على التوقف ثم سرقوا كل ما هو ثمين بحوزتهم من نقود وهواتف نقالة، هددوهم بالسلاح. لنشاهد. حادثة السرقة هذه شهدتها منطقة واحد آذار وسط كركوك لم تكن الوحيدة من نوعها، ففي منطقة سكنية أخرى تحديدا في شارع القدس هاجم لص يستقل أيضا دراجة نارية، ما شاء الله كلها بالدراجات النارية، هاجم ثلاثة أطفال كانوا يجلسون على قارعة الطريق ثم سرق هواتف الأطفال ولاذ بالفرار هاربا بدراجته دون أن يتعرف عليه أحد. مع انتشار الفيديوهات التي توثق حوادث السرقة في كركوك، انتشرت صور لشخص يبلغ من العمر 14 عاما تعرض هو الآخر وصديقه الذي كان يرافقه للسرقة والضرب بآلات جارحة على يد عصابة مجهولة، ليقوم والد الضحية بنشر صورة لابنه وحذر من خلالها الأهالي. هذه هي صورة الطفل كما ترونها أمامكم، وعلى وجهه آثار الكدمات والضرب والاعتداء. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي جاءت حول حوادث السرقة المختلفة والمتفرقة في كركوك كانت كثيرة، رصدنا منها بعضا من تلك التعليقات والآراء التي كتبت. نبدأ من تعليق لعلاوي أيسر يقول: أنتوا ثلاثة أشخاص، ماكو واحد منكم لزم اللص وطرحها على القاع وشفص ببطنه، يا بليش الخوف، قاومه وخليه هو اللي خاف، أنت صاحب الحق وهو الحرامي. عموما الحمد لله
على سلامتكم. أيضا تعليق من سارة القيسي، الحمد لله على سلامتكم وعوضكم على عوضكم على الله، بس شلون جرأة جايين بكل أريحية وبتهديد السلاح يسرقون الشباب؟ زين وين الشرطة؟ الناس يا معودين، الواحد حتى بمنطقته ما يأمن، شلون لعاد؟ تعليق من رعد العراقي يقول بلد فالت، طالما لا يحكمنا حزب واحد فالبلد يسير نحو الفوضى، والله اللي يستر من الجاي، دوريات النجدة كافي كلاوات، أمنوا الشوارع من هيك نماذج، مو بس تفترون ومشغلين طواطة وخابصين. تعليق من أبو مهدي، إلى متى الاستهتار وضياع الأمن في كركوك؟ لكم أنتوا ثلاثة هو واحد، صار بين إيديكم، مش منتظرين نجدة تجيكم أو تحميكم؟ ما بيكم واحد سبع رفع إيده مع الأسف محسوبين رجال، كانوا شايلين سلاح، يعني شو يريد يسوي له خطيه؟ شايل سلاح على راسه يعني مهدد بالقتل. تعليق من نهى محمد، مواطني كركوك صاروا يبلشون صباحهم باعتداء وتسليب والامر لا يطاق، ولم يعد اهالي كركوك على ثقه من انه ابنائهم اذا خرجوا من المنزل هل يعودون سالمين ام مسلبين أو معتدى عليهم. هناك تعليق من سيد محمد، التسليف صاير ظاهرة متكررة في كركوك وشغلة خوف أكثر من عملية نصب وسرقة وتسليب بيوم واحد. زين معقولة ماكو أحد لزمهم إلى هسه؟ زين وين الكاميرات مات المحافظة لو ما مشتغلة؟ المايسوقة مرضعة سوق العصا ما ينفع. بهذا المثل الشعبي اختصر رجل عراقي مسن بذرة الإنسانية والطيبة لدى البشر بعد أن ظهر في مقطع فيديو صوره شاب أثناء قيامه بإطعام الكلاب السائبة، على عكس الصورة السائدة في المجتمع تجاه هذه الحيوانات ومعاداتها وإيجاز قتلها بحسب القانون العراقي رقم 48 لسنة 1986. ظهر هذا الرجل رغم كبر سنه وصعوبة حركته وانحناءة ظهره وهو يحمل معه الطعام للكلاب محاولا الاعتناء بهم. بس ايش تنصح هذول؟ اريدك بس تنصحهم هذول اللي يأذون الحيوان. ايش فايده؟ ليش؟ سوق المرضعة سوق العصا ما ينفع. الله سبحانه وتعالى يقول ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. جاي تعشت اللي ما عنده رحمه بقلبه ما يعني ما فيها مجال. ما تقدر تزرع رحمته. والله شعوره بالرحمه الله سبحانه وتعالى يهدي. شوف باع الفرق بين السماء والقاع. اكسرها ليدك النبي ضربه يلا ما يعضهم. تعال زين عمو، انت من شوكت يعني انت تنطين اكل؟ سبع سنين اربع سنين هيك بدون سبب؟ بدون سبب. شفت لما خطيب بمكه اي قال لي هذا الحسن ماتهم بحسنتين لان هذا اخرس الحيوان. الله والله وهي حقيقه. زين ايش حسيت يعني انت؟ علي عليه السلام يقسم يقول فوق الله ان الصدقه تذهب تدفع البلاء وتنزل الرزق. زين الامام علي ايش تمشي وراه انت؟ كل حشاياته 100 100 ايش تمشي وراه مضبوطه 100 100 يعني الحمد لله الله منعم علي بصحه هاي كافي. طبعا طبعا هاي كلهم قالوا لي بوسه من راسي. لا وهاي بوسه من الراس. تتزايد الدعوات الشعبية لمطالبة الحكومة العراقية بضرورة إيجاد حل شامل لمشكلة الكلاب السائبة في الطرقات والشوارع. أحيانا تسجل حوادث مهاجمة بعض الكلاب للأطفال وإلحاق الأذى بهم وخطر إصابتهم بالأمراض، وفي المقابل تعلو أصوات بعض الشباب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات كالكلاب والقطط في توعية المجتمع للتعايش مع تلك الكلاب السائبة وعدم إيذائها.
على صعيد المتصل ومع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى نصف درجة الغليان أو أكثر بقليل، ظهر شاب عراقي في موقف إنساني جميل حيث قام بإنعاش حمامة لجأت إليه من شدة الحر والعطش عندما كان يغسل محله بالماء، فما كان من الحمامة إلا أن تحط عنده بداخل المحل للارتواء والانتعاش قليلا. ولولا مساعدة الشاب لهذه الحمامة وإنقاذها لكانت الحمامة الآن قد هلكت حرة. يعني سبحان الله الحر حتى بالحيوان ما ترجع يغسل المحل طب ليه بس ها طبعا لا ربي طيور ولا شيء. شباب رحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ايش فيكم سبب شديد. أيضا خلف الرجل المسن الذي ظهر في مقطع الفيديو وأظهر فيه جانبا إنسانيا كبيرا في تقديم الطعام للكلاب والشوارع، خلف ردود أفعال كثيرة وتعليقات مختلفة وآراء كتبت على منصات التواصل. نبدأ من تعليق نونة، تقول نونة تقول في تعليقها نونايتي تقول لا شيء يجبر هذا العام على يخرج في حرارة الصيف وهو يتصبب عرقا وظهره منحن سوى شيء واحد، إنه الشيء الأسمى والأعلى في مبادئ الإنسان، إنه اليقين والفوز العظيم. هناك أيضا تعليق من سمر تقول الله يمد بالصحة والعافية وطولة العمر، هذه الأشياء اللي لازم تتعلمها الناس، المخلوق اللي ما يقدر يدافع عن نفسه ولا يقدر يوفر أكله ومسكنه وإنت قادر على هالشيء فأجرك عظيم عند الله. تعليق من زوزو فد وليدك عمو ربي حفظك مثل بابا، هم يفتر يوكل الحيوانات بحيث بابنه كل بزازين كل ما يجي من الجامع لو السوق يمشن ورا وندلن المكان. أيضا تعليق آخر ومداخلة من أحمد، الرجل اختصر كل الكلام بالماء سوق مرضعة سوق العصا ما ينفع، الله يعطيك العافية والصحة ودوام فعل الخير. هناك أيضا تعليق ومداخلة من أزهار العاني، شغلة مو شغلة أجيال، أعرف ناس أو أعرف ناس كبار بالعمر ويكتلون الحيوانات يأذوهم، الفرق هو رحمة اللي يزرعها رب العالمين. تعليق من زاهر، الحمد لله والشكر على وجود مثل هاي الناس الطيبة وأمثالك والله يجعلنا من ضمن هاي الناس الطيبة. قد يكون سعر أغلى فنجان قهوة في العالم $100 أو ربما يصل إلى $600، ولكن الأمير وليد بن طلال شرب قهوة بسعر سيارة حديثة. الأمير وليد بن طلال واحد من أشهر رجال الأعمال السعوديين أكثرهم ثراء، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول بدراجة هوائية في الشارع يلتقي المواطنين ثم شرب القهوة من سيدة سعودية تبيع القهوة على طريقه على بصية، ثم قال لمرافقه الشخصي اكتب اسمها ورقم تليفونها واصرف لها سيارة موديل حديث. ليش؟ لأن السيدة بايعت القهوة أساسا لديها سيارة موديل 2011. وهكذا فعلها الوليد بن طلال بشرائه أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر يعادل ثمن سيارة موديل 2000 وهسة. تعب الكافيين هذا الكافيين ايش
في كافيين ذا لحظة. هذيك هوا. ودودو حسن. مضبوط القهوة. لا 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 لحظة. هاي البيان. لا. لا لا بشوية بس خلاص. عطي عطي عناد. عتيبي أنتي؟ هذا عتيبي. هذا عتيبي. قيطية والله. على مين طيب الله يوفقك. أعطيه رقم تليفون تعالي أعطيه أجيب ورقة وقلم. السلام عليكم. كم اسمك؟ نورة العتيبي. نوري عتيبي. كم رقمك الجوال؟ لا 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 تقولي ارسلي لي. أعطيك إيش محتاجة قولي لي. إيش محتاجة؟ الحمد لله. جاء منا خبرات. الحمد لله. لا يطول عمرك. أنا جيت حتى. لا خلاص قهوة خلاص. ما يزال من عمرك. ما عاد ينامون بالليل بعد. يا طيب. خلاص لا لا بسمع. لا ترى. لا لا. في عفة توريجية ما لك. لا أنا سويت. عندك سيارة كويس. سيارة كويس. عندك سيارة كويس. 2011 نعطيك سيارة موديل جديد كويس ما شاء الله خلاص كويس الله يكرمك الله يكرمك خلاص تعال عبي عبير نصور عبير يوم الجمعة عبير يوم الجمعة خلاص يلا مع السلامة خلاص كويس الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز وهو رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم في العام 2004 في عام 2004 أدرجت مجلة فوربس الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر ب 21 مليار دولار أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي جاءت حول فنجان القهوة مقابل سيارة موديل حديث كانت كالتالي نبدأ بالتعليق الذي كتبه مضحي عبد الله العتيبي يقول ناشطون يتداولون مقطع للأمير السعودي الوليد بن طلال وهو يمشي ويمازح المواطنين يشرب القهوة من سيدة سعودية يقول لمرافقيه الشخصي اكتب اسمها وتليفونها وأصرف لها سيارة موديل حديث تعليق من مونة ماذا قالت مونة في تعليقها تقول جزاه الله خيرا معروف عن الوليد بن طلال عمل الخير ويكفي أنه متواضع ويتفقد أحوال الرعية ينفقون أموالهم سرا وعلانية ما فيها شيء لو نشر يمكن يكون قدوة لغيره هناك أيضا مداخلة وتعليق من أحمد موقف يحسب للأمير حفظه الله نتمنى من الجميع أن يحذون حذوه بالتواضع وقضاء احتياجات الناس فالدنيا زائلة لا يبقى منها إلا الأعمال الطيبة والمواقف المشرفة تعليق آخر ومداخلة من عبد الله يا عالم أقسم بالله دمعت من الفرحة لها وكأنها لي علما بأنني لا أملك في رصيدي غير ريال واحد والله شاهد بس تمنى الخير للناس ممكن ربي يسوق لك الخير سوق أقسم بالله طاقة إيجابية أيضا هناك مداخلة من سعد لو كان أجنبي كان قلت أمير متواضع يمازح الشعب ويمارس هوايته ويتجول بدون خوف ويستمتع بحياته بس لأنه الوليد بن طلال صار شايب ويضحك ويلعب عليهم كل عين ترى من خلال أهدافها ما ترى الحقيقة تعليق من خالد الحامد عمره 69 سنة من مواليد 7 مارس 1955 يقوم بحياة صحية جيدة وبهذا الأسلوب الصحي هي رسالة يقدمها الأمير الوليد بن طلال أن الرياضة لابد أن تكون حياة وروتين يومي لمن تقدم به العمر إذن من هنا وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذه الحلقة هذه تحية مني لمخرج الحلقة الصديق وزميل عمر روحي وزميل المعدة نسمة وتحية لبقية الكادر طبعا بدون ذكر أسماء وتحية لكم للمتابعة نلتقيكم إن شاء الله يوم غد في حلقة جديدة ومشوار آخر من متداول إلى اللقاء